تناول وجبة جيدة ثم التوجه إلى المعرض، ولأول مرة يذهب زيكفريد كونسمان وزميله إلى مطعم تاباس إسباني، كما أنهما يحضران معرض موبايل وورلد في إسبانيا لأول مرة. يريد كونسمان أن يطرح في الأسواق العالمية برنامجا يتعرف على اللغات ويكتبها ويترجمها، ويريد له نجاحا يماثل نجاح الواتساب. نحن نتمنى بالطبع كشركة صغيرة أن نصل لنجاح تطبيق الواتساب، ونحن نعمل جاهدين من أجل هذا. فنحن نحسن من تقنياتنا ونعمل على برمجة لغة حاسوبية للتعرف على اللغة ولتشمل لغات عدة وربما جميع لغات العالم. لغات العالم هدف كبير، لكن المنتج بسيط جدا. على جار الاتصال لنرى أو بالأحرى لنسمع. بالتعاون مع رجل أعمال ألماني يعرض كيف تعمل خاصية التعرف على اللغة. سأترك رسالة صوتية وأنا أتشوق لمعرفة كيف تبدو على شكل نص. إضافة إلى ذلك قد نتمكن من اللقاء غدا. شكرا. بعد ثوان ظهر النص على الهاتف، وهو أمر ممكن بالنسبة إلى عدة لغات وحتى بلهجات مختلفة. الإنجليزية الصينية والإنجليزية الإسبانية والإنجليزية لسكان نيويورك. رجل الأعمال معجب بالفكرة. أهاتف أحدهم باللغة الأجنبية، لنقل بالإسبانية مثلا، أي أن الشخص الآخر يتحدث الإسبانية، يتحول كلامه إلى نص ألماني لأتمكن من قراءته. وحين يحدث هذا بوقت سريع جدا أقرب إلى الوقت الحقيقي، لن يكون لدي مشكلة في مهاتفة الناس الذين يتكلمون لغات لا أفهمها. تقنية متطورة من ألمانيا ستجذب بالتأكيد اهتمام الشركات الكبيرة، لذا توجه كونسمان إلى الفيسبوك. فليس هناك شركات أوروبية هامة في مجال التواصل الاجتماعي، وكونسمان هو الوحيد الذي يعرض خاصية التعرف على اللغة. وإذا لقي نجاحا دوليا فلن تتجاهله الشركات الأمريكية. أنا أبحث عن الفيسبوك. ألا يمكن الاقتراب من الجناح دون موعد مسبق؟ لا يمكن الاقتراب من الجناح دون موعد مسبق، وذلك لأن زكربيرغ مؤسس الفيسبوك سيلقي خطابا هنا، وستكون هذه أول مرة يقابله شخصيا. لكن المدير لم يتمكن من اختراق حراس المدخل، مع أنه كان يود أن يرى شخصيا الرجل الذي يشتري منذ أشهر الشركات المبتدئة الواحدة تلو الأخرى. لكن خطابه سينقل على شاشات عديدة في المعرض، ويقول مدير البرمجة أنه لن يبيع شركته لكنه يفضل التعاون المشترك. بالطبع سيكون موقع فيسبوك شريكا جيدا لنا، يمكننا من خلاله استخدام تقنيتنا، أي استخدام التقنية الألمانية في شركة رائدة في الأسواق العالمية. كونسمان مقتنع تماما بخاصية التعرف على اللغة، والآن يحتاج إلى شريك يمكنه من ترويج تقنيته في الأسواق العالمية.